علي الأكبر في جوانب مهمة في حياته مغيبة، منها السخاء والكرم. هو يحكي الخمسة المعصومين ويحكي كرم عمه الحسن. عنده صديق بعد شهادته يمدح عليه كما يقول أبو الفرج، يقول لم ترى عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعلي، كان إذا شبت لظى ناره أطفأها بالحسب الفاضل، يغلي نئي اللحم حتى إذا أنضج لم يغل على الآكل. أعني ابن ليلى ذا السدى والندى، أعني ابن بنت الشرف الفاضل، لا يؤثر الدنيا على دينه. شوفوا الصفات، لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل. يتكلم عن نار القراء اللي كانوا العرب يتغنون بها، وبنو هاشم هم أصلها.